السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم، الوحدة 17، دارات التوالي والتوازي، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح في إيدك. المثابرة والاجتهاد مفتاح النجاح. مسألة 53، يوجد في دائرة موصلة على التوازي فرعين للتيار بقيمة 1.45 أمبير 1.00 أمبير، ما هو التيار الصادر من مصدر الطاقة؟ هالمسائل ممكن تجي اختيار من متعدد، مش مسألة، لكن حتحلك مسألة. هي دائرة التوازي، التيار المار في الفرع هنا سينقسم لقسمين، قسم هنا وقسم هنا، حتستخدم أحد خصائص دائرة التوازي وهي التيار الكلي يساوي لتيار الفرع الأول زائد تيار الفرع الثاني زائد تيار الفرع الثالث إذا كان أكثر من فرع. هنا ذكر لك في فرعين، إذا التيار الجاي من البطارية يساوي 1.45 أمبير زائد 1 أمبير، تستخدم الآلة الحاسبة بيطلع الجواب 2.45 أمبير. في رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.